هذه المؤهلات دونك مشينا المؤهلات شفنا المؤهلات الطبيعيه شفنا ايضا المؤهلات الصناعيه من خلال التهيئه ديال العقار من خلال ايضا البرمجه ديال المناطق الصناعيه وشفنا تجهيزات اخرى ايضا مؤهله اللي بامكانها تشجيع الاستثمار يعني والمجال ديالو الان كيف ممكن يعني الاستثمار هذا الشيء كله باش عندنا افاق للاستثمار ولا راك عندنا الاستثمار دونك اول اعتبار مطار بن سليمان رافعه حقيقيه للاقلاع التنموي متعددي في الاماكن حنا كنا كنعرفوا الدور ديال المطارات في مدن كبرى على مستوى العالم الدور ديالها في طالما سوجا اللي كانوا ديال البلدان اللي كتكون فيها ثم بناء الملعب الكبير الضابطه باقليم سليمان جامعه ديال المنصوريه هو فرصه ايضا لتشجيع الاستثمار في مجالات متعدده وانا تنقول ان هذا الملعب هذه مشاعريه ديال كبرى اللي تم التقديم ديالها في الملف ديال الترشيح ديال الغربي لاستضافه كاس ديال العالم 2030 دائما يعني بين الثلاثي مع البرتغال واسبانيا ملعب كبير ومواصفات كبيره حوالي 120,000 متفرج هذا الملعب غادي يكون قاطره ديال التنميه علاش لان هذا الملعب غادي يجر معاه قطاعات اخرى ابرزها قطاع السياحه وهذه سي اون اكزيجونس ديال الفيفا دونك ضروري ان غادي يكون عندنا اوتيلات نيات ديال الاستقبال يعني مواكبه لهذا الحدث اللي غادي يكون كبير في 2030 دونك راه كاين الاشغال والدراسات الدراسات ديال هذا الملعب راه انكور والمساله الثانيه او الثالثه اللي غادي تكون ايضا رافعه يمكن تستثمرها ايضا وتكون تهيجات للاستثمار هي يعني المنظومه التقنيه المندمجه اللي كنت على مستوى المطار المنظومه فيها 5 نقاط وغادي تستقبل يعني صناعه نظيفه على مستوى المطار دونك غادي يكون واحد قطب صناعي على مستوى المحور هذا اللي من شانه ايضا ان يجذب الاستثمار ويشجع الاستثمار استثمار المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية من أجل أولا تشجيع مشاريع السياحة الطبيعية والطبية وإنشاء بنيات استقبال فندقية يعني ملي تنقولوا كنقولوا عندنا مؤهلات طبيعية راه كيتمشى مع واحد النوع ديال الاستثمارات أبرزها هو يعني الاستثمار يعني في المشاريع السياحية اللي عندها علاقة بالطبيعة وتكون أفضل تكون عندنا سياحة طبية أيضا مادام أن الإقليم كيتميز ميكرو كليما اللي معروف على المستوى الوطني ثم تكريس وظيفة الإقليم في المجال الرياضي من خلال استثمار في منشأة التكوين الرياضي واستقبال خلق مطارات رياضية واستكشاف بالمجال الغابوي خلق فضاءات ترفيهية بغابات الإقليم خلق بنيات استقبال سياحية هذو كلهم يعني ديزيدي نقدروا نستغلوهم في الاستثمار دونك خلق بنيات استقبال سياحية على النطاق وحالات سد والمال وظهر الاستثمار تشجيع خلق مؤسسات التكوين والبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد النظيف يعني في المال في يعني باش نمشيو مع النقاش ديال الاقليم ثم الاستثمار لماذا في الانتاج السينمائي والتلفازي لان كاين استوديونا وكاين طاقات كاين حركية طاقية كبيرة في الاقليم دونك في المسرح يعني كاين مؤسسات ديال السينما اللي كيمثلوا اعتقد انها تمثل على المستوى العربي من كل بلد ديالنا على المستوى العربي في المسرح ثم اخيرا تتميم المخزون الصخري الاقليمي وكنعرفوا ان هذا المخزون لحد الان ما غير متم واحد الوقت كنا كنتكلموا على تتميم على مستوى المنطقه اللوجستيكيه اللي كانت كتكون غادي تكون على عين جبل ولا مستوى سينتا اعتقد ان هذا المشروع خصو يعني اعاده النظر ننظروا فيه لان مسلم ويون ندرسوا لان هذا المخزون الصخري ديال التقليم يعني ما خصوش خرج بروكس ولكن ذات سبين ديالو ضروري يرجع للمستوى الاقليمي باش يكون الامباكت ديالو ولا الوقع ديالو على المستوى الاقتصادي ديالو يكون مزيان فوالا دونك شكل مقتضى يعني كل المؤهلات ديال التقليم واخيرا كان غير كيف قالت اميمه مقدمه هذا اللقاء نبغي ايضا باسمي وان سمحتم باسمكم نقول ان المنتخب المغربي ديالنا اللي فاز بالميداليه الذهبيه وايضا الاهدائي علاش المنتخب لان اليوم حنا كنحتفلوا باليوم الوطني للجاليه المغربيه من قيمة الخليج وهذا المنتخب نتاج ديال الجاليه شكرا